اهلا وسهلا فيكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. تجاهلوا مقاضي البيت والاغراض، تجهيزات رمضان، ما اقول لكم قديش قاعد تحوسنا، بس قاعدين ننجز الحمد لله. قاعد اخلص، نزلت وجبه جديده عند كنتاكي اسمها ريد هوت تويستر، ابي اجربها معاكم. فيلا ويلكم تو كي اف سي. وعليكم السلام. ايوه بغيت واحد ريد هوت تويستر. ريد هوت بوكس عظم قابل صغير كبير سبرايت ها؟ بدون عظم. بدون عظم. ايوه. اوكي، ريد هوت بوكس قطع بدون عظم وواحد صوص جبنه. ايوه، ايش في صوصات؟ بطاطس ديبر صح؟ ايوه، ايش في بطاطس صوصات؟ الصوصات في حاليا بس البتر ميك اللي هو الحليب والثوم، وفي بس الباربيكيو. خلاص حطي باربيكيو واحد. 38. باركوا لي، جبت طاولة أخيرا. جبت طاولتين، الطاولة الأولى مربعة عادية للأيام اللي نفس كذا، تمام؟ الأيام الخفيفة اللطيفة اللي بس بجيب وجبة واحدة زي هذه، وجبت واحدة تعتبر مش طاولة، تعتبر مأدبة من هنا لين هنا. شفتوا أيام كورونا، الله لا يعيدها يا رب، أيام كورونا ما كان في مطاعم تروحون تطلبون وهنا يجيبون لكم طاولة، ينزل لكم المنيو على الطاولة. فصلت نفسها، شفتوا حوستي، ما خليت محل شريت منه طاولة. هلا، ما شرب بيبسي؟ ايش؟ ما شرب بيبسي؟ سفن اب سبرايت. خليت محل اللي شريت منه كلها، يعني حتى اللي تكون جودتها حلوة ما في قواعد لها تثبت، تمام؟ ففصلت ثنتين، كلهن ثابتات، كلهن خشب. من زمان كنت ابي افصل، بس كل ما اجي افصل الكل يقول لي، يعني اهلي والمتابعين يقولوا لي لا 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 تفصلين، اشتري من هناك، اشتري من هناك، هناك في. كل مرة راح أشتري وأطلب من أمازون، ما خليت شيء جربته. فأي أحد، أي أحد يحب يأكل في السيارة، لا تفكرون تأخذون أي طاولة إلا أنكم تفصلون صراحة. ويعني وين عن التفصيل من زمان، من جد ريحت نفسي بأجربها الحين معاكم. شكرا. كم طلبت كبير؟ شكرا. خلاص الله يوفقك. ليتني اخذت شي حاجه حاليه من عندها. الله يجزاك خير. مره جيانه، مره جيانه، ابي شي حالي ولا هلا. خلاص كيف، خلنا نشوف مكان فاضي كذا وناكل فيه على راحتنا. اليوم قاعده اسوي تجهيزات، اخر تجهيزات، خلاص قربت اخلص، تمام؟ خلصت أجزاء كبيرة، تمام، من السوبر ماركت، من مدري إيش، جيت هنا أكل. شفتوا التجهيزات ولا لا؟ شفتوها ولا لا؟ بديتوا تجهزون رمضان ولا لا؟ أنا بديت أجهز وخلاص كده أخلص. وشوف الطاولة مرة ثابتة، لها أربع رجول، يعني فهمت اللي يفصل لي إياها إنه يخلي رجولها تتحرك، يعني فهمتوا؟ يعني رجول ما لما اشيلها الحين تلاقوا رجولها تروح وتجي، لاني ابي ادخلها في المكان اللي بين، شفتوا هذا المربع اللي نتسند عليه ونحط فيه الاغراض؟ قلت للرجال انه ابيها مربعه وابي لها ارجل، يعني ما ادري كيف اشرح لكم، بس فهمت وفهم الحمد لله، يعني خذ وقت على بال ما يفهم بس فهمني الحمد لله. تخيلوا يوم رحت افصل كانت وجهتي الاولى، كذا الشمس خفت، كانت وجهتي الاولى على طول رحت النجارين. كل ما اروح النجارين ما القى سعوديين صراحه، لقيت كلهم اغلبهم اتوقع هنود، عمال هنود. المهم كل ما اقول الواحد انا ابغى اسوي طاوله هنا على طول، يعني لقافه الهنود، ايش فايده انت، ايش يبي اللي يركب، ايش فايده كذا، بس من هنا من هنا في الاخير يقول لا لا انا ما في معلوم، بس انا معلوم هذا دولاب، هذا تيبل، بس تيبل بيت يعني مش سياره، لا لا ما في معلوم. اخر محل رحته كان سعودي، رحت له وشرحت له، ما قال لي زي ما لقافتهن انه ايش تبين فيها، ولا ليش طاوله في السياره، ولا ليش طاولتين، فهمتوا؟ لا، قال لي وين المقاس اللي تبينه، نزلت من السياره ركب خذ المقاسات من هنا لهنا، وفهمت فكره هذه شويه حسنا فيها بس بعدين فهمها. بس ضبطت طاوله جنن مره حلوه من جد من جد. يعني بعض الأحيان إذا قلت إنه الحمد لله اللي في المحل الموظف السعودي، في ناس يكتبون لي إيش العنصرية، ترى مش عنصرية بس إحنا نفهم على بعض، يعني اختصر علي الوقت. بس يلا نشوف وجبتنا. أول شيء في هذا الجبن، أوكي،
ترى كنت ابي اصبغها بس هو ما عنده لا صبغ ولا اي شيء، ما عنده شيء بس كذا خشب، بس كان فيني اني اصبغها. تمام، هذه الجبن وهذا الباربيكيو صوص، بس خلوني افرش هنا ما ابي ادمر طاولتي. كذا ضبطنا الدنيا، تحسوني فيني سوالف، فيني هذرة اليوم، اي والله فيني هذرة. ما تخيلون قديش مشتاقة انه اكل واسولف معاكم وكذا، لانه الفترة الاخيرة صار بس تجهيزات رمضان وطبخ وكشن وحمسات وقلي شوفوا البوكس اول شيء. تمام، قلت لكم حسابي كامل 38 ريال، ما ادري اعطاني فاتورة ولا اعطاني يمكن نيتها ما ادري. هذا هي تشيكن ستريبس قطعتين وديبر فرايز، انا قلت له يبدله، وسندويش الاساسية. صراحة يفوز، احلى بطاطس في العالم، مش احلى بطاطس بس في كنتاكي جنن. لازم اشبع من البطاطس مع جبن. هذه كنت ببدلها، كنت بخليها جبن يعني تصير ذكية واوفر، بس قال لا ما تتبدل، هذه ما تتبدل، مع انه المفروض خيار يا هذا يا هذا. صح صغيرة عفوا، صح صغيرة وجبتي صح؟ قلت له كبيرة بس شكله ما سمعني. برودة تتسرسح، مرة بارد ما شاء الله. جو الباربيكيو صوص مع التشيكن ستريبس. هذه هي الوجبة الجديدة، السندويشة الجديدة ريد هوت تويستر، من اسمها ريد هوت انها مليانة سبايسي ملغمة. شو لونها اصلا؟ كيف اول شيء شوفوا خبز تورتيا، دائما اذا قلت تورتيا لا يجوا الناس يقولوا لي تورتيا، فشوفوا خبز التورتيا صاير احمر. اوكي مو احمر يعني اورانج كذا، يبي يصير احمر. مرة ناشفة، بس فيها ميزة إنه الدجاج، شايفين الدجاج؟ ما شاء الله الدجاج كميته كبيرة، يعني ما كأنها تشيكن ستريبس، ناطها من داخل ولا شيء. شوفوا ما في شيء. متحمسة تصير حلوة. بطاطس لا يمل، مع انه مش مقرمش بس طعمه حلو. كأني قاعدة اوصل شيء مرة سبايسي، ترى كل اللي اكلته في البداية ماله لا سعم ولا طعم ولا في نكهة سبايسي ولا حاجة، الحين كأني بديت اوصل النكهة، بس شوفوا يعني قربت اخلصها، بديت اوصل للنكهة اللي شوية سبايسي تحت، بس انه مفروض ادوقها من البداية. وبس كده خلص اكلي، وخل اعطيكم تقييم سريع للوجبة اللي هي هوت ريد تويستر. استمتعت اكثر شيء بالبطاطس بالديبر فرايز، واستمتعت بالشيكن ستريبس، واستمتعت بالباربيكيو صوص، واستمتعت بالجبن والسفن اب. الساندوتش عادية، اقل من عادية، ما احس اني برجع اطلبها. تويستر كذا ما عجبتني، يعني ما ادري اعطيها كم، 4 من 10، والاربعة هذه تاخذها بس الدجاج. اوكي بديت اطعم سبايسي بس من نهاية الوجبة خلاص قاعدة اشبع، يعني احس انه ما احب اشحذ النكهة، خلاص لقمة لقمتين ثلاث خلاص مفروض اني بديت اشبع من النكهة اطعمها، مش كذا قد شعور الشح انه ما في نكهة. وبس والله كذا مرة انبسطت اني قضيت معاكم وقت، وشوية مهما سوي محتوى شعور اني اكل معاكم احس احب هالشعور، احب اني
كذا ببساطه، يجي على بالي اكل اخذ اكله اصفط على جنب ناكل ونسولف مع بعض. مره احب الاجواء هذه. ان شاء الله يا رب بعد انتم انبسطتوا، لا تنسون حطوا لايك واشتركوا في القناه، وروحوا قناتي الصغيره زهراء الشهري فلوجز اشتركوا فيها لو كنتوا مش مشتركين. مره احبكم، اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه. انا قلت بوريكم الطاوله صح، شوفوا قلت له ابي حاجه، شايفين مربعه، بس شرحت له اياها قلت له ابي مربعه واعطيته مقاساتها اللي ابيها، وقلت له اني ابيها تتحرك، قال لي كيف تتحرك، وصار عنده صعوبه كذا انه يستوعبني. بعدين قلت له حط قطعه زي كذا وحط الخشبه وخليها تتحرك. ليه؟ سياره ما بقدر احط اربع رجول ثابته فيها، ممكن اميل رجل ابعد رجل، فهمتوا؟ فيصير عندي حريه. نفس الشيء لو هي ثابته بيصعب علي اطلعها وانزلها. اذا خلصت منها خلاص شوفوا انزلهن كذا، صارت كذا سهل سهل اشيلها، تمام. بس عند كل مصيبه الكبيره الثانيه اللي طويله مره، يعني شكلها يجنن وقت الاكل، بس احسها كبيره. مش كبيره يعني، ما ادري كيف اقول لكم، كبيره بمعنى كبيره يعني حلوه، بس كنت اتمنى اني عدلت وركزت في التصميم، هي ما ركزت في فكرتها. عطول قلت ها سهله كذا وكذا وانتهينا، تمام. لو اني فكرت اكثر، والحين قاعده افكر انه ارجع للنجار نفسه او اروح نجار ثاني احسن، استحي منه خلاص يعني طفشته. هذه يعني جلسنا نبدع فيها لين اكتشفنا انه نوصل للنتيجة. اروح نجار ثاني واقول له يقصها من النص وركب لها الحديد اللي في البيبان، عرفتوا اللي كذا، يصير افتحها كذا واحطها اخلص اسكرها، فهمتوا؟ حتى رجولها خليه يسكرها كذا. الزبدة اني انا اي شيء بستخدمه ابي يكون زي كذا يتصفط، زي كذا يتصفط وسوي منه وبس. مكتوب لي تحت اصبغها ولا جلدها. انا يوم خلصت ختم الموظف النجار نفسه قلت له طيب ابي اصبغها، وين الشخص اللي ممكن يصبغ لي اياها؟ قال لي طب ليش ما تجلدينها، خذي التجليدات اللي تكون مخصصه للخشب وجلديها. فحس التجليد خيار مش حقيقي يعني، بعد فتره بتتقشر. افكر اجلدها تجليد زي تجليد الدواليب، عرفتوا الخشب، تجليد خشب. فاكتبوا لي تحت اجلدها ولا اصبغها ولا شكلها كذا حلو، ولا اعطيها بس ملمع عشان ما تمتص الاكل. لحست مخكم صح؟ السلامة.